ازيكم يا جماعه، عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد النهارده، احنا هنلعب دونت نوك توايس. طبعا انت جديد في القناه، متنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو دي جديده. وبس انا الصراحه مش عايز ابدا اللعبه دي، بس عشان خاطركم يعني هبدأ، بس يعني لا لازم ابدا عشان خاطركم، عشان انتوا تتسلوا وانا بتخض. وبس يلا بينا نبتدي الفيديو. تمام ايش يا جماعة، هو كده يا جماعة يعني خلاص النور كان قطع وجه تاني، مش عارف ايه كان حصل ده، اقسم بالله انا جاي العب بقى بتراب نور يقطع الصوت ده. عايز يا جماعة اسمع الصوت بس، ماشي مش عارف انا سمعت صوت بجد ولا لا، ما علينا. شوف المفروض اعمل ايه دلوقتي. انا فاكر المكان ده المفروض اعمل ايه. طبعا يا جماعه كل ده هيترجم لكم ليه بتاع ده الكوبري دي ايه ده، المفروض الف ده اعوذ بالله. هو اللي بيحصل يا جماعه في اللعبه، طيب ماشي ده بتمطر وفي برق ورعد يعني الدنيا كلها حلاوه. لازم اقفل الباب ورا يعني ولا ازيكم عاملين ايه؟ انتوا ما شاء الله اشكاله بسم الله ما شاء الله جميلة، يعني ابو شكل ازيك عامل ايه؟ من المرة دي؟ لا ما شاء الله، ايه ده؟ هات الموبايل ده بيت. ما شاء الله الصورة دي مبهجة أوي، يعني الصورة دي شدتني كده بسبب يعني الرسام ده ربنا ياخده يعني، أو هو أكيد مات يعني ربنا يرضيه النار إن شاء الله يعني. الرسام ده رسم الرسمة دي أو دي صورة مش عارف، ما معرفش حاسس في حد هناك. أوكي ده لبس أبو شكلك. هيحصل لك ايه خالص دلوقتي؟ ما حصلش حاجة. ايه ده عن ابو الرسومات اللي في الشقة دي او الصور دي؟ ادفع عليك على شكلك، ادفع عليك انت كمان. المفروض اروح فين دلوقتي؟ ما انا قريت المكان ده قبل كده، رحت المكان ده قبل كده. لحظة ازاي قريت المكان؟ حاسس يا جماعة ان الأوضة دي قبل كده، لا ثانية بس
قفلت اللاب. طب انا كمان يا جماعة في زيهم، ما ليه بيحاولوا يقتلوني في اللعبة؟ ليه؟ انا زيهم اهو. جيت يا جماعة مكان استخبيت فيه اهو، مش عارف، انا مش عايز اطلع بقى الحتة دي، بس لازم اطلع. انا جاي عفاريت في البيت، مش خايف منكم. بس كفاية الباب ده. ايه ده؟ الباب مش فتح لي بقى، مش انا كسرته. اوكي يا جماعه، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو، عشان الباب عندي كل شويه بيقطع، وانا مش عارف اعمل ايه في اللعبه، فهشوف فيديو المفروض اعمله في المكان ده بس، وبعدين اسجل تاني، لكن مش هحرق اللعبه انا نفسي. ما علينا، احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. طبعا نور كل شويه عمال بيقطع، وانا مستحيل العب هو نور بيقطع كده. فبس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو. انت جديد في القناه، متنساش تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديده. وبس، سلام يا احلى ناس في الدنيا، يلا سلام.